الحسام. أكد محافظ الشرقية سعيد عبد العزيز أن المحافظة تعاني كثيرا من ضعف البنية الأساسية التي تخدم السياحة على الرغم من كثرة المعالم السياحية بها. كذلك خلال افتتاح عبد العزيز المهرجان المصري الأول للحصان العربي الذي تضمن سباقات متعددة وعروضا تظهر قدرة الخيل العربي. مهرجان جديد دشنته محافظة الشرقية للحصان المصري سباقا وترويضا، وافتتحه الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية وحضره عدد من سفراء الدول الأجنبية. واشتمل المهرجان على مسابقات للسرعة وعروض للخيل. الاستفادة الكبيرة ان احنا بنعرف العالم، بنعرف الناس ان محافظة الشرقية بتشتهر بالخيول العربية، وهذا المهرجان ما هو الا بداية اعداد المهرجان السنوي الذي كان يقام وتوقف منذ 3 سنوات، وهو المهرجان الدولي للفروسية الذي يقام في سبتمبر بمناسبة الاحتفالات بالذكرى العيد القومي لمحافظة الشرقية. الخيل معقود بنواصيها الخير، رافد مهم من روافد ثقافتنا ودليل على عمق حضارتنا، وفروسية يجب أن نربي أبناءنا عليها وعلى أخلاقها. فمحافظة الشرقية هي الموطن الأول للخيل في مصر، وبها قرى مثل جزيرة سعود ما زالت تضم سلالات عربية أصيلة يبحث عنها العالم ويأتون إليها من كل مكان. أول مرة عمل الديورنس هنا، أول مرة الحمد لله جمهور كويس جدا، وفي الاثنين برينس برضو برينس بلدي. أنا سعيد بأن الدول العربية ومصر يحتفظون بهذه يعني الخيول، يعني وفعلا لازم اهتمام يكون يعني دائما، وحتى هذه الخيول يعني يمثلوا يعني في مهرجانات الدولية، لأن الناس اللي في كوسوفو في الدول الغربية في شوق لكي يرون من القرب هذه الخيول. وتسعى المحافظة لتأسيس نوع من السياحة تقوم على تلك الخيول، رغم النقص الشديد في البنية الأساسية التي تدعم هذا الأمر، إلا أن المسؤولين بالمحافظة قالوا إنهم سيشرعون في تأسيسها. حامل جزء هنا زي نادي فروسية، حامل جنب منه تاني بقى مدينة ترفيهية جزء اسبوع حوالي 20-30-40 فدان، في نظام الموتيلات، في عبارة عن مجموعة مطاعم او سلسلة مطاعم مول صغير، ونعمل دراسة كلها لازم تبقى جزء متكامل بدون اوتيلات، بدون جزء ترفيه السياح مش هيجيلك. يأتي هذا المهرجان دعما للسياحة في هذه المرحلة واستعدادا لمهرجانات دولية سوف تؤكد المحافظة من خلالها على أهمية الخيل بالنسبة إليها. من مقر المهرجان بمحافظة الشرقية، محمد محمود، النيل. وختام نشرتنا الإخبارية تذكير بأهم عناوينها. الخارجية تتسلم بطاقات اقتراع المصريين في الخارج تمهيدا لانطلاق التصويت الخاص بهم في الانتخابات الرئاسية الخميس القادم. جنايات القاهرة تستأنف اليوم محاكمة محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة باسم غرفة عمليات ربع. بدء الاستفتاء على انفصال منطقتين شرق أوكرانيا وسط رفض من حكومة كييف ودول الغرب. وإلى ختام كورونا، شكرا لكم وإلى اللقاء.